المشاهد اللي شفناها دي الهبه، لكن هي الحقيقه انها مشاهد لفنانه ليها نصيب من القبول ومن الموهبه ومن الدخول بسرعه كده لقلب الناس ومن التألق في كل دور عن اللي قبله. الفنانة الشابة ثراء جبيل اللي منورانا النهاردة، مساءك خير ومبسوطة انك معانا. مساء الفل، ميرسي جدا. انا اكتر. الاول خليني ابتدي من الاخر، لانه زي ما كنت بقول لك قبل الهوا، كنت عماله بتفرج النهارده على لقاءات قديمه ليكي، وينفع نتفرج على لقاءات قديمه وعلى اعمال قديمه ونقول ان احنا قدام حاله بتنضج بسرعه جدا جدا يعني. فخلينا نبتدي بهبه في طبعا. مسلسل وش وظهر. مسلسل وش وظهر بسرعه كده كتب او يعني عمل نجاح عظيم من اول اسبوع نزل فيه، كل الفنانين متالقين، فدي يمكن تبقى المبرر المنطقي اللي اقول لك ده مبرر التالق بتاع ثراء جبيل، انه كل الناس عامله ادوار حلوه، لكن انت تحديدا النقاد كتبوا عنك كلام عظيم، فاحكي لي عن ردود الفعل اولا. انا متفاجئه ومبسوطه جدا جدا، وحاسه ان انا كمان محظوظه ان مريم ابو عوف المخرجه شافتني في حاجه بره الصندوق تماما، يعني ما تخيلتش ان انا ايوه ما تخيلتش ان هي ممكن تشوفني في كاركتر او شخصيه عامله كده. فانبسطت جدا انها وثقت فيا وحست ان انا ممكن اروح بالشخصيه دي في حته كويسه، ومبسوطه من ردود الفعل انه ده حقيقي وصل للناس جدا. انا بذكر الكاتبه او المخرجه الجميله مريم ابو عوف، مخرجه دايما ادوار الست معاها بتطلع حلو. صحيح. بدايتك كمان كانت مع الأستاذة كاملة أبو ذكري. أيوة مظبوط. فواضح جدا أن مسيرتك الفنية تدعمها النساء بقوة جدا جدا. جات صدفة بقى ولا جات إزاي الحكاية؟ أنا عايزة أقولك أنه كمان قبل أي حاجة لما ابتديت خالص، أول واحدة اكتشفتني مخرجة جان الأعصر لما كنت لسه طالبة في معهد سينما، وقالت لي في 2007 أنه أمثل وأقوم ببطولة فيلم قصير. كانت أول مرة حتى أمثل، وثقت فيا وخلتني امثل وحطتني على الطريق. اوكي. وبعد كده زميلاتي اللي في معهد سينما، يعني كان عندي واحده صاحبتي عملت معاها مشروع تخرج في معهد سينما، عرفتني على كامله ابو ذكري. فهي كلها، كل اللي بيدعموني فعلا ستات. ايوه برضو احنا بنكسر نظريات. ده حقيقي. الناس فاكره انه لا الستات اصل هم ما بيدعموش بعض. الحقيقه انه الستات الموهوبين، انا اكتشفت ان واضح ان دي باترن، يعني حاجه بتتكرر، الستات الموهوبه بيدعموا الستات الموهوبه بقوه. صح. ويمكن القدر. وانا محظوظه ان انا كان في ظهري ستات موهوبين. انا هرجع بقى لمريم ابو عوف وتجربه الدور في مسلسل وش وظهر، لانه وش وظهر زي ما انت بداتي وقلتي هو مسلسل بتفاصيله يمكن حد شافك بشكل جديد، انه مش بنت رقيقه ولذيذه وكيوت وحلوه كده، لكن بنت جريئه وبتعمل دور ودور رقاصه شعبية. لما جالك الدور ما قلتيش بقى لا وصعبة وأنا لسه ببتدي، وما خفتيش من الحاجات دي؟ لا، هو عشان كمان أنا مش لسه ببتدي، أنا بقالي يمكن 9 سنين. أنت 9 سنين صح. مش لسه ببتدي خالص. الوقت جري بسرعة. أنا عارفة أنت بداتي من ذات، فأنا حاسة إن أيوة. ده قريب يعني. لا ده 2013. وعشان مش لسه ببتدي، وانه يعني جه الوقت ان الواحد لازم يغير ولازم يعمل شخصيات، والا فين المتعه؟ فين فكره ان الواحد يبقى ممثل كده بيجسد شخصيات مختلفه؟ فبالعكس خالص ما قلقتش. ده انا يعني قلت لها بجد انت عندك دور هبه، ده رقاصه وشعبيه و يعني ميرسي انا عايزه اعمله. بس هو كمان يمكن صعوبته مش انه راقصه، لكن انه غلبانه وبسيطه وظروفها صعبه. بالظبط، يمكن ده الاصعب من الرقص. يعني هي شخصيه مش سهله خالص. ده حقيقي، فيها كلها كميه مشاعر، ومن السذاجه للطيبه لان حد بيستغلها وبيضحك عليها. ما كانش بيستغلها. هو بس كان متخبط، لان هو ما كانش متحقق مهنيا. عبد ورده. أيوة. اللي قام بيه الفنان الجميل اسلام ابراهيم. اسلام ابراهيم، ما احنا يعني هنجيبه دلوقتي، هنجيبه. لكن احكي لي على تفاصيل الشخصيه، حتى في المشاهد اللي ظهرت فيها الراقصه وعملت حسيناها لايت ولذيذه ومش مبتذله. صحيح. وحتى اللبس يعني ما كان محتشم. احكي لي بقى رسمه الشخصيه دي جت ازاي؟
هي دي اصلا تفاصيل الشخصيه. يعني في بقالنا فتره الراقصات الشعبيات بيلبسوا مش بيلبسوا بدل الرقص، ده الحاجه اللي واضح انها منتشره جدا. اتفرجتي بقى عليها وشفتيها ونزلتي اتفرجتي على راقصات ولا عملتيها ازاي؟ كان في فيلم اسمه في الليل يرقصن، ده فيلم تسجيلي مهم جدا من اهم الافلام اللي اتقدمت في الفتره اللي فاتت في اخر 10 سنين. ده كان ريفرنس، ده كان مرجعيه مهمه جدا. دخلت على اليوتيوب بقى شفتي بقى شفت العالم الجميل اللي احنا اصلا اوريدي متابعينه على التيك توك وعلى اليوتيوب طبعا. فالعالم ده اصلا اتفرجي عليه في كميه شخصيات رهيبه يعني، فنقيت لي حاجه واحده فيهم كده جمعتها وعملت هبه. اوكي، وهبه لانها اصلا تجميع صعبه. انت كان مشاعرك ناحيه هبه ايه؟ حباها ومتحمسه لها عشان كده كان ادائك حماسي ولذيذ، ولا حاسه ان هي غلطت في اختيارات كتير؟ رايك في هبه ايه؟ او تفاعلك مع هبه مش لانه الممثل ما ينفعش يبقى بيحكم على الشخصيه اللي بيعملها، والا هيبقى في حاجز ما بينه وما بينها ومش هيعرف يجسدها بصدق. لازم يبقى يخش جواها ويتعاطف معاها وكانه بيتعاطف مع نفسه، ولما يجلدها يجلد نفسه ما يجلدش الشخصيه. وكانه بيدافع عنها عشان يقدمها حقيقي. كويس فما كانش ما اقدرش غير ان انا احس بيها واحس بـ 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 بكل حاجه. لو هي مبسوطه من نفسها هبقى مبسوطه من نفسي، لو انا زعلانه من اختياري فهي زعلانه يعني انا هي فعش خالص ابقى منفصل عنها وابص عليها من فوق، والا مش هعرف اوصلها بالصدق ده. انت طبعا لانك دارسه، انا عارفه انك دارسه كمان سيناريو حقيقي، فقادره توصفي الوصف الدقيق ده. يمكن ده اللي بيخلينا بسهوله نقبل ممثل في دور او حد تاني نقول متصنع كده او الحكايه مرسومه بزياده. افتكر دي الشعرية اللي بتخلي المشاهد ما يتفاعلش مع شخصيه، انه يكون الممثل نفسه منفصل عنها وبيحكم عليها ومش مجسده صح، مش لابسها صح، في حاجز ما بينه وما بينها. فافتكر هو ده. احكي لي على تاثير المخرج. يعني مريم ابو عوف من المخرجات اللي ناس كتير تتمنى تشتغل معاها او تحب تشتغل معاها. صحيح. عشان التفاصيل دي. فاحكي لي على التوجيهات والكلام اللي اتقال والتفاصيل، وحلو ده اعمليه تاني. احكي لنا اللي حصل. من البدايه خالص اول ما قابلت مريم حسيت ان انا اعرفها من زمان، ما حسيتش انها شخص غريب عني خالص. هي ست جميله وطيبه وحساسه ودمها خفيف ومحضره ومركزه وعارفه هي عايزه ايه. فلازم يبقى حلم اي ممثل ان هو يشتغل معاها، لانه انت هتعوز ايه اكتر من كده؟ ان المخرج مصدق فيك وواثق فيك ومحضر كويس جدا وعارف هو عايز ايه من العمل اللي هو بيعمله ده. وبعدين هي انسانه يعني راقيه جدا والجانب الانساني عندها رهيب. هتلاقي في كل اعمالها في دايما حاجه عايزه توصلها. لو اخدتي بالك من ليه لا مثلا الجزء الثاني بتاع النجمه منى شلبي، وفكره التبني فكره انسانيه جميله هي صورتها بمنتهى الرقه اللي في الدنيا. بالظبط. فهي كده كل شويه عايزه تحكي حكايه في 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 محافظه بقى مختلفه خالص، خرجنا بره القاهره رحنا طنطا. فدي حاجه كانت حقيقي جميله ان احنا نخرج بقى بره القاهره ونشوف كده مصر فيها اماكن احنا كتير وثقافات. على طنطا بس كتير. بس برضو بتاخدينا المناطق حلوه قوي، وفكره دور المخرج في انه يطلع القصه بافضل طريقه. بس احنا بقى معانا بعد فظيع ومهم وحساس وفاعل في القصه، وهو الفنان العظيم عبد ورده. الفنان الجميل اسلام ابراهيم، مساء الخير عليك. مساء النور. جبنا بسيرتك في الخير صدقني دلوقتي. ازاي جبطتي؟ ازاي في قلبه؟ عامله ايه يا سراء؟ ايه الحلاوه دي؟ حبيبي حبيبي ميرسي يا اسلام. انت عامله دور عظيم، الناس كلها بتتكلم عنك وعن ادائك وعن صدق هبه وقد ايه هي حقيقيه. يعني سراء ممثله جامده قوي يا جماعه، قوي. حبيبي يا اسلام ميرسي. والفتره الجايه دي هتبقى ايامها بقى. ايوه يا رب. وبما ان الفتره دي ايامك انت كمان يا اسلام، طبعا احنا عايزين نقول لك انه قريت حاجه جميله اتكتبت عنك انك سايب ايدك،
وانك بتمثل مرتاح وانك مقبول جدا جدا في دور هو مش قادر اقول ده اول مره تبهرنا، لكن خلاص بقينا متعودين انك هتعمل حاجه جديده قوي وحلوه قوي. يا دكتور ربنا يخليكي، والله انا يعني بجتهد على قد ما بقدر وبحاول ان انا اكون حقيقي على قد ما بقدر، واحنا ذاكرنا كتير قوي يعني المسلسل ده تحديدا، ويمكن سراء عارفه ان استاذه مريم يعني بتشتغل على التفاصيل، وانا مثلا بالنسبه لي كان بيجي لي ناس من الفرقه البيت بيضربوني أرج وبقعد معاهم وبتكلم معاهم. كنا بنتفرج على فيلم انا وسراء وريهام وكل اللي في المسلسل في الليل يرقص ده. ده انتوا شجعتوني اشوفه، ده واضح انه فيلم مهم. حلو جدا جدا وانساني جدا يعني. عن عالم الافراح الشعبيه مش كده؟ بالظبط. وقد ايه الناس دول ليهم وجهين وقد ايه هم يعني غلابه جدا وعايزين لقمه العيش مش اكتر، والظروف هي اللي حكمت عليهم بكده. يعني انا بذكر بقى الشخصيات دي، خرجت انت ازاي بره التنميط؟ ما هو برضو الشخصيه اللي هي بتنظم الافراح والراجل المنسق العام للموالد الشعبيه والحفلات الشعبيه ده برضو ليه تيمه كده بتتكرر احيانا، ممثلين كتير يكرروا، وازاي خرجت بره الحته دي وقدمت بقى؟ بصي عشان ما ابقى منصف وما انسبش كل المجهود اللي حصل لنفسي يعني هي فكره الكتابه برضو يعني. هو على فكره الممرضة اتقدمت والدكتور المزايف اتقدم والنصاب اتقدم والراقصة اتقدمت والراقصة الشعبية اتقدمت، بس هي فكرة التناول ان انا بقدم بني ادمين حقيقيين فيهم الخير وفيهم الشر، وهو نفسه ماهوش عارف هو كويس ولا مش كويس يعني عبده فضل يتصرف تصرفات يعني ممكن تكون غلط، بس لما اتحط في الموقف ولقى ان هبه هتضيع منه وان هي كانت ممكن تموت بسببه فاق وإنسانيته انتصرت في الآخر، يمكن هو ما كانش يعرف ده عن نفسه. ففكرة إن الواحد يعني جواه كل الجوانب، التناول الدقيق ده للشخصيات ده أكيد من الكتابة وأكيد من شغل أستاذة مريم. وبعد كده بقى بيجي دور الممثل يعني يبدأ إن هو يترجم ده للحم ودم للناس يعني. ده حقيقي وده حقيقي. أنا قبل يعني ما نخرج من النقطة دي، أنا عايز أسألك المشاهد بقى الإنسانية الصعبة دي، إيه أصعب مشهد كان بينكم؟ بيني أنا وإسلام؟ آه طبعًا. أنت وعبد وردة. أفتكر مشهد المواجهة لما بطلب منه الجواز وبيرفض وبيقول لي يعني إنه أنا ما اتجوزت رقاصة وهو اللي مشغلني الشغلانة دي. وهو السبب. ده كان من المشاهد الصعبة. حتى انا شايفه كمان انه المشاهد البسيطه الممثل مش لازم يعني مش لازم يبقى المشهد الصعب هو المشهد التراجيدي او المشهد اللي فيه بكاء بس ممكن ازاي المشاهد اللي فيها كلام عادي عشان تطلع طبيعيه. طب ده انا عايز اقول لك بقى ان مشاهد الرقص اللي على المسرح دي المشاهد اللي كنت متخيله انك هتقولي صعب. لا يعني اللذاذه دي والسلاسه دي ما بتطلعش بسهوله يعني. انا حبيت الفكره الصراحه. طيب اسلام، ايه اصعب مشهد في رايك؟ هو المشهد اللي اتكلمت عنه سراء ده كان صعب قوي، واستاذه مريم كانت شديده قوي مع الموظفين بتوعها. عملت فيكوا ايه؟ لازم تقول لنا. كانت بتستفزنا بجد وبتزعقنا بجد عشان نبقى متعصبين بجد. هي عندها تكنيك كده شاهين النزعه اللي هو انا بحطك في الموقف بجد عشان تطلع صوت. فكانت بتستفزنا وبتعصبنا بجد، وانت طبعا خليتك تطلع الشرير اللي جواك. بالظبط. وبالنسبه لي المشهد لما هبه تعبت ودخلت المستشفى وكانت فاقده للوعي، هو قاعد جنبها بيفكرها ان هي تفوق وبيعيط عشانها، مشهد الفرح ابهرنا كلنا حتى واحنا بنتفرج اللي حصل في المستشفى، واداء سراء جوه يعني شوفي ده مشهد فيه رقص وفرقه حسب الله، بس انا شفت ان سراء عملت فيه لمحات كده حلوه جدا جدا. والله بصي مش عشان انا اشتغلت مع سراء ومش عشان هي صاحبتي ومش عشان، بس هي بجد ممثله ثقيله جدا جدا جدا، والميزه فيها ان هي عندها الاحساس العالي جدا وعندها التكنيك العالي جدا. يعني سراء وهي بتشتغل شاطره، وعلى فكره كوميديانه جامده جدا جدا. انا اكتر حد بيضحكني حاليا في الفتره الحاليه هو سراء فعلا.
بتموتني. انا احكي لك على حاجه، احنا كنا بنصور والمفروض السطح اللي فيه بيت عبد ورده ده لو انا كنت باخدها البيت وكده، فكان قايل السقوط. ايوه كل شويه الانتاج يزعق للناس وينزلهم ويبقى فيه بس الناس المهمه هي اللي بتصور عشان السقف ما يقعش بينا. البيت كان قايل السقوط فعلا. فالمهم ايه، فما كانش حد بيطلع كتير، ففي مشهد المفروض هو بيتصور من تحت وبعدين بيتصور على السلم واحنا بنطلع وبعدين يقولوا لنا انزلوا. ففضلنا نطلع وعدنا بقى مريم بتعيد كتير، بتعيد مثلا 7-8 مرات ولا حاجه. فاخر مره قعدنا نستنى يندهولنا، ما بيندهولناش. المهم نزلنا لقيناهم بقى بيلموا الاضاءه وبيلموا الحاجه وانتوا فوق ونسيونا فوق. طرقنا نزلت لهم بقى فين المدير هنا؟ انا عايز اعرف فين المدير، ازاي يسيبونا كده فوق؟ كنا الفجر بقى وبتزعق. فهي طول الوقت بتموتني من الضحك. طب اقول لهم على موضوع اياد ولا بلاش؟ لا ده واضح ان في كواليس اخرى. اقول لهم على موضوع التقمص. يعني كنا الاول بنعمل بروفات وكده، فقعدت اقول لها بقى وانت يا سراء من مدرسه ايه؟ تقول لي لا انا ما بحبش التقمص، انا بحس ان الممثل بيتقمص ده بيأفور قوي وبيفلك وبتاع. وبعدين صورنا اول يوم ابص الاقيها مش بتتقمص، دي هبه. الله. بتتقمص برضه وهي سايبه ايديها يعني. هي هبه بطريقه كلامها بهزارها مع الناس مع. فالمهم قلت لها هو ايه اللي مش بتتقمص؟ انت تقمصتي فعلا. ده انت جوه الشخصيه جدا. انا بشكرك. أنا بشكرك يا إسلام، شكرا جزيلا الفنان إسلام إبراهيم، ومبروك مبروك لكل صناع وشه وظهر. الحاجة الحلوة الجميلة المبهجة بتفرض نفسها. هنروح فاصل بسرعة ونرجع نسأل هبة ثراء على تفاصيل التصوير والكواليس، وهي كلمتنا عن فكرة الخروج بره القاهرة وطنطا بكل تفاصيلها. نرجع بعد الفاصل نكمل مع ثراء جبيل. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع ثراء جبيل عن تجربتها وعن خصوصية تجربة وش وظهر. من ضمن الخصوصية والجمال واللي أضاف فعلا جمال هو إن التصوير كان في طنطا، برضو بغلاوة طنطا وظهور مقام السيد البدوي بكل قيمته عند المصريين. احكي لي عن التفاصيل، كان صعب في التصوير ولا كان حلو ومبهج وجميل؟ الاثنين. مش كده؟ الاثنين. اولا هي بلد مريحه نفسيا بشكل مش طبيعي، هاديه وطاقتها جميله. بس طبعا التصوير في الشوارع بيبقى عايز سيطره، وده بيبقى عمليه صعبه جدا، لانه لما بيبقى في جمهور بيسمع ان في ممثلين هو بيحبهم فبيبقى موجودين طبعا. ومريم ما بتتنازلش خالص عن الواقعيه، فهي يعني لو الشوارع صيدليات عيادات طبيه فهي هتصور في نفس الاماكن دي. لو ماشيين في الشارع بنمشي في الشارع والكاميرا بتبقى معانا، فده طبعا. طب بنمشي في الشارع يعني الباك جراوند او الجمهور اللي في الشارع ده جمهور ده الشارع ولا ده لا 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 كان في لا بيبقى طبعا في في طبعا مجاميع وكل حاجه. بس الشوارع يعني ممكن يبقى في الانتاج بيسيطر شويه عن بدايه اول الشارع واخره، بس يوقفهم كده بيبقوا بيتواصلوا مع بعض بالوكي توكي مثلا. هنا قافلين 15 دقائق بتوع الاول تيك مثلا، وبعدين بس نرجع حركه الشارع تاني، وبعدين وبنحاول على قد ما نقدر نصور الصبح بدري قوي قوي قوي، بالليل متاخر قوي. يمكن في مشهد حصل طبعا في الظهر، كان مشهد الصيدليه، كان تقريبا مش فاكره في الحلقه الثالثة تقريبا، يمكن المشهد اتعرض في الحلقة الثالثة. ده كان في الظهر بقى، ده كان مأساة. وفي برضو مشهد تاني كنا اللي هو اللي انا كنت باكل انا وهي وبقول لها انت شكلك بتحبيه وبتاع، ده كان في مطعم طبعا. ده مطعم كشري ده صح؟ لا مطعم حواوشي ومكرونة فرن، احنا كنا بناكل بجد برضو. عايزة اقول لك انت كمان قلتي معلومة انه صورنا لفترة طويلة من اكتوبر لمارس. من نوفمبر لمارس. يعني خلاص ده انتوا بقيتوا طنطاوية، ده خدتوا عشرة يعني.
تابعتي الجدل على ظهور مقام السيد البدوي وجدل اللي مع واللي ضد، وتابعتي ردود الفعل؟ ما شفتش حد بيهاجم انه وجبنا ان هي البطله دايما بتلجا للسيد البدوي ليه. ما انا مش حاسه ان في مشكله. ده في اشتباك حصل. لا ده ما فاتك كتير. ده دار الافتاء نزلت بيان بيتكلم عن التبرك بالاولياء الصالحين، وانه ده مقبول جدا، وانه دي حاجه الناس بتعملها بوعي يعني. فواضح انه المسلسل حط النور على واحده من الممارسات المصريه الخالصه طبعاً. اللي المصريين بيعملوها بوعي يعني. طبعاً. وانه طب تابعتي ايه على السوشيال ميديا؟ لانه المسلسل كل الناس اتكلمت عنه بكل الطرق، ايه اكتر ردود افعال عجبتك انبسطتي بيها؟ فكره ان المسلسل اجتماعي رومانسي انساني. الحالات اللي بتزور الدكتور جلال او جمال اياد نصار، فنان الكبير اياد نصار، كان في حالات انسانيه كتيره جدا بتروح له وهو بيعالجهم، رغم ان هو منتحل شخصيه طبيب. اللي هو الشرير الطيب دي. ايوه. اللخبطه اللي بتعملوها لنا دي. ايوه. فكره انه الناس مبسوطه جدا بالاجواء بتاعه طنطا، شايفين ان المسلسل كله تفاصيل، كله بيوت ولبس، مثلا فكره الازياء ريم العدل عامله تفاصيل واقعيه رهيبه. احنا شبه الناس، شبه الفئه اللي احنا بنقدمها بالظبط، مش متعالين عليها. مش بنحاول نزيفها، مش بنحاول نعمل لها صوره كاريكاتيريه مثلا او حاجه. لا بالعكس، يمكن ده اللي نجح المسلسل، انه مش جايب نمط بكليشيه عن اي قصه او اي بيئه جوه المسلسل او اي حكايه. عايزه اقول لك حاجه بقى، وانت بتتكلمي انا دلوقتي سرحت في حاجه فظيعه. دايما يعني البعض يعتقد انه الفنانه الشابه مقاومتها الجمال. انت جميله جدا يا فراء، جميله جمال مصري يعني، لكن كمان مثقفه جدا ومفرداتك عظيمه وعميقه كده. فاحكي لي في مواجهه الكلام الكتير اللي بيتقال انه الفن مدخله، واحده من بوابات الفن هي الجمال، وانه ده جيل السوشيال ميديا قدمته للناس، ودي مش تهمه يعني، بس ده اللي بيتقال على جيل كامل انت بتمثلي جزء منه. احكي لي المقاومات من وجهه نظرك، مقومات نجاح الفنان بمعايير النهارده، مش النجوم الذهبيين اللي فاتوا. لا، ما هو لو بمعايير النهارده، ما هم يعني الغالبيه العظمى المعايير مش عادله خالص. بس ممكن نقول مقومات المثاليه لنجاح الفنان اللي تتمني تبقى مقومات النجاح. يبقى بني ادم واعي ومطلع على كل انواع الفنون اللي في الدنيا، لان احنا ويبقى بيسمع الناس ويبقى بيتابعهم ويبقى زي ما انت قلتي نوع من انواع الثقافه، ان الواحد يبقى بيقرا بيتفرج على افلام كتيره من مختلف الجنسيات. ثقافه يبقى يعني. بيحضر اوبرا، يبقى بيتفرج على مسرح كتير. يعني اللي انت بتقوليه ده انه الفن ما يبقاش مسطح كده، ما يبقاش حاجه مسطحه بقول الكلمتين عند حته. افتكر مش هيكمل. ومش بتكلم على الممثل بس، افتكر كل العناصر اللي بتشتغل في الفن المفروض تبقى عندها النوع ده من الاطلاع، ما تبقاش احاديه التفكير كده ومش عارفه العالم بره في ايه، وبناخد احنا من بعض طول الوقت، احنا بنتفرج بس على شغل بعض فبنقلده يعني. لو احنا البيئه الصعيدي فنعمل بيئه صعيدي كاريكاتيريه مثلا، مش ما بننزلش نفهم الصعايده عاملين ازاي او الفلاحين عاملين ازاي او الطنطويه او المنصوره او حتى القاهريين الحقيقيين. لان احنا مش بنقدم كائنات فضائيه يعني، بنقدم بني ادمين. طب ما نتفرج على الناس وننزل ونذاكرهم كويس، ما نبقاش بنتفرج بس عليهم من فوق كده فما بنقدمش صوره حقيقيه. نفسك تقدمي ايه اللي جاي بقى بعد الحاجات الحلوه اللي عملتيها دي؟ اي حاجه مختلفه مكتوبه حلو، لان انت عارفه اكيد انه العمل الفني الجيد لازم يبقى مكتوب كويس، يبقى السيناريو بتاعه جيد. فاتمنى اي قصه جميله مكتوبه كويس صناعها مؤمنين بيها وهيحطوا حته من قلبهم كده فيها ويركزوا فيها، انا عايزه اقدمه. كل التوفيق يا فراء، احنا مبسوطين بيك. شكرا لحضرتك، مبروك ونورتينا، نورتي التسعة. ميرسي جدا، شرف ليا. شكرا. الفنانه الجميله فراء جبيل كانت معانا النهارده في التاسعه. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.